ليفربول وايفرتون. الماتشات دي الماتش دايما طول عمره ماتش مهم وماتش صعب وماتش قوي جدا. وكان يمكن رابطة الأندية قالت مش هتلعب الماتش في ليفربول عشان الجماهير ممكن تبقى بره، وخلاص هيتلعب في ليفربول. شايف برضو الماتش ده ممكن يبقى شكله فاتر وفلات زي ما بتقول، ولا هيبقى ماتش برضو فيه الندية وفيه قوة؟ لو ارسنال كسب السيتي ماتش يوم هيبقى الاربعاء ماتش او تاني يوم هيبقى الخميس ماتش نار، هيبقى ليفربول هينزلوا هيموتوا نفسهم ان ياخدوا هم الدوري. ياخدوا الدوري يعني. وقيمه كبيره جدا ان تكسب الدوري في جوديسون بارك، تكسبه في ملعب ايفرتون الغريم التقليدي ليك، هتبقى حاجه للتاريخ بالنسبه لليفربول ان هم يحسموا الدوري. زي لو فاكر دوري اللا هزيمه بتاع ارسنال كسبوه في ملعب الوايت هارت لين، ولغايه دلوقتي لعيبه ارسنال بتقول لك احسن حاجه في الدوري ده ان احنا كسبناه في اللين، كسبناه في ملعب توتنهام واحتفلنا في ملعب توتنهام. فعلى حسب نتيجه ماتش توتنهام وارسنال. طبعا انشيلوتي ذكي جدا في الماتشات الكبيره بالذات، يعني شفنا الماتشات بتاعت السنه اللي فاتت بتاعت نابولي وليفربول، ما كانش أوي. كان ماتشات صعبه جدا، وكان بيعرف ازاي يقفل على ليفربول، بيعرف ازاي ان هو بس نابولي لعبته عارف مختلفه طبعا، بس يعني مهارة أكتر شوية. اسلوب اللعب نفسه حازم، ان شفنا ازاي السنه اللي فاتت بنابولي ان هو كان بيروح يضغط فوق على لعيبه ليفربول ما يخليهمش يبداوا الهجمه بسهوله، بيوجه الضغط كويس جدا، عمل لهم مشاكل. تقدر بلعيبه الكواليتي بتاعتها اقل ان انت تنفذ على الاقل 70% من افكارك، يعني ان انت بالذات دفاعيا يعني تقدر دفاعيا هجوميا الكواليتي بتاعت اللعيبه اللي بتفرق، انما تقدر ان انت تنفذ افكارك حتى بكواليتي لعيبه اقل. انا تابعت ايفرتون كويس جدا قبل التوقف، من اول ما انشيلوتي مسك فرق في تحسن كبير جدا فرق كبير جدا، وده بيوريك قيمه المدرب، ان المدرب لما يكون مدرب ذكي ومدرب الناس كلها بتحترمه يقدر يعمل شغل كويس.